بعد ما تعرفنا في الجلسات السابقة على الفعل المبني للمجهول إيديلغان في، شفنا تفاصيل الاشتقاق وتفاصيل العمل في الجملة. قلنا دائما في جملة المبني للمجهول في عنا معلومة ناقصة سميناها معلومة الفاعل الحقيقي، تحذف من الجملة وصار عنا مصطلح جديد سميناه وقتها الفاعل القواعدي، قلنا اللي هو يأخذ دور، هو عمليا المفعول به لكن يأخذ دور الفاعل القواعدي في الجملة. عمل المبني للمجهول كان شبه متطابق مع اللغة العربية. اليوم رح نتعرف على فعل مشتق آخر من الأفعال الأساسية لكن وضعه مختلف نوعا ما، فعلنا اسمه التيرغان فيل. التيرغان فيل أسميه بمنهاج الفعل المسبب. عمليا بدنا اليوم نتعرف بجلستنا على طريقة عملنا، طريقة اشتقاقنا للفعل المسبب، شو الدلالات اللي أنا ممكن أحصل عليها، شو أوجه الشبه بين اللغة العربية واللغة التركية مع هذا النوع من الأفعال، والحالات الخاصة والحالات المختلفة يلي أيضا بدها تحتاج إلى شرح مفصل. هذا الدرس بالذات رح يحتاجه كل طلاب الجامعة، كل الأشخاص اللي عندهم دراسة جامعية أو دراسة في المدارس التركية رح يكون جدا مهم، واحد زائد في الحياة اليومية مستخدم كتير في المناهج التركية الموجهة للأجانب. هذا الدرس لا يشرح بشكل واضح لأنه موجه لكل الأجانب. في المناهج الموجهة للطالب التركي أيضا شرحه عم بيكون ضعيف لأنه أساسا الإنسان التركي هو بيستعمله بحياته بدون ما يحتاج إلى الدخول بتفاصيل عمله لهذا الفعل. نحن رح نشتغل على هذا الدرس على أكثر من جلسة. جلسة اليوم رح تكون عبارة عن المقدمة الفهرس، نحكي فيها عن كامل تفاصيله بشكل سريع، وثم ننتقل إلى جلسات اللوح نحكي عن التفاصيل من خلال شكله في الجملة. في مرحلة متقدمة في البيبر أو البيئكي رح أرجع أشرح هذا الدرس ولكن باللغة التركية فقط، ما رح نشرحه في اللغة العربية، بهدف الطلاب يلي حضروه وتمكنوا منه باللغة العربية يحضروا للدرس نفسه لكن بلغة تركية فقط، يعني حالة اعتياد على حضور محاضرة في الجامعة أو في مدرسة علمية في اللغة التركية. طيب الفعل المسبب عمليا شو يقابله عندي أبرز مشابهاته باللغة العربية؟ عندنا مثال، نجي على فعل الكتابة. فعل الكتابة في الزمن الماضي كتب الفاعل. لما أعطي فعل كتب شو دلالتي راح تكون في الجملة؟ بوجود فاعل، خلينا نعتبر فلان شخص كتب، هو الفاعل عم بيكون المبادر بفعل الكتابة، مصدره عم بيكون الكتابة. بالمقابل عنا فعل آخر يشتق من فعل كتب هو كتب، يعني حالة وجود الشدة. فعل كتب مصدره عم بيكون باللغة العربية التكتيب، يعني الكتابة والتكتيب. فعل الكتابة يدل على أن الفاعل بادر بذاته للقيام بالفعل. فعل التكتيب رح يدل على وجود طرف آخر سبب قيامه بفعل الكتابة، مشان هيك سميناه الفعل المسبب. فعل قرأ نفس العمل، مصدره القراءة، فعل مبادر يدل على الفاعل بأنه هو بادر بفعل القراءة. بينما عندي أيضا بدل قرأ عنا قرأ، حالة الشدة، عم نصنع مصدر هو فعل التقريء، مصدر التقريء. أيضا قرأ الفاعل بادر بذاته بفعل القراءة، قرأ التقريء، عندي هون صار عندي طرف سبب قيام فاعل بفعل القراءة. هلأ هون معناها أول نقطة التشابه واضح بهالنوع، هذا هون باللغة العربية يسمونا يا تعدية الفعل إلى أكثر من مفعول به أو إلى مفعول به. باللغة التركية هذا أحد أعمال الفعل المسبب ولكن مو دائما، ما رح يكون عندي دائما في تطابق. أعطيكم مثال على حالة عدم وجود تطابق، فعل اتصل باللغة العربية، اتصل يلي عم ياخذ دور الاتصال كمصدر. فعل الاتصال معناها أنا كفاعل اتصلت بشخص فأنا بادرت بفعل الاتصال. هون ما عندي أنا باللغة العربية فعل فيه حالة التسبب بالاتصال، مصدر كامل، يعني معنى شيء اسمه جعله يتصل كمصدر. هون نحن شو نعتمد باللغة العربية؟ إما سبب اتصاله أو جعله يتصل. فهون المصدر منه شو رح يكون؟ رح نعتمد بترجمة هذا النوع من الأفعال يلي ما في إلها مقابل باللغة العربية، رح نعتمد على عبارة أن يسبب، أن يسبب الاتصال. هون نتذكر بالمبني المجهول اعتمدنا على أن يتم لأجل نترجم المصدر، هون رح نعتمد على عبارة أن يسبب الفعل. يعني عنا فعل رح يكون في اللغة التركية هو يعطي رسالة أن يسبب الاتصال بشخص. طيب هذا الكلام معناها
عندي نقطة مثل ما قلنا تعدية الفعل باللغة العربية يقابلها الفعل المسبب في اللغة التركية، وإضافة إلى أحيانا ما رح يكون في اللي عندي مقابل باللغة العربية، بدي أعتمد على عبارة أن يسبب. أعطيكم مثال آخر على اختلافات فلسفة المجتمع، طريقة تعامل المجتمع في الجملة. باللغة العربية إذا أنا حكيت جملة تالية، كانت إحدى الجمل اللي اشتغلناها بالفعل المبني المجهول، لما قلت التالي: البارحة ركبت مكيفا جديدا في المنزل. هالجملة هي البارحة ركبت مكيفا جديدا في المنزل، الأمامي الشخص الحالين عم بيسمعني طالبي، لو عنده علم بأنه أنا مختص بمجال التبريد، مجال المكيفات، شو رح يعتبر معناها؟ معناها أنا جبت العدة اللازمة لتركيب المكيف، وأنا قمت بتركيب المكيف بإيدي عمليا. لكن لما الشخص الأمامي بيعرف أنه أنا مدرس ما عندي خبرة في مجال المكيفات، باللغة العربية لما قال له أنا نفس الجملة البارحة ركبت مكيفا جديدا في المنزل، شو رح يفهم الجملة بالعربي؟ بأنه معناها أنا طلبت من أشخاص مختصين بأنه يقوموا بتركيب المكيف. نفس الجملة بالعربي بتعطي دلالتين، هذا المعنى دائما أنا أقول عنه الدلالة وليس الترجمة. كيان الجملة واحد، البارحة ركبت مكيفا جديدا، لكن الترجمة واحدة، لكن الدلالة عندي تنتين: واحد، أنا ركبت المكيف بيدي. اثنين، أنا جعلت طرف يركب المكيف. هون بالتركي رح يكون عندي بهالجملة هي يقابلها تنتين. الجملة الأولى: أنا من ركب المكيف بيده، صارت دوم إفدا يني بير كليما تاكتم، فعل تاكمك أحد أفعال التركيب حكينا عنه بوظيفتنا، وظيفة الفعل المبني المجهول. معناها دون إفدا يني بير كليما تاكتم، لما أستخدم تاكتم في الجملة هون رسالتي للطرف المقابل تركي الأمامي أنا ركبت المكيف بإيدي. لكن لما أحكي الجملة بشكل آخر: دون إفدا يني بير كليما تاكتردم، تاكتردم، شو ضفنا لفعل تاكمك؟ ضفنا له ت رباعي تاكترمك. هون صار عندي المعنى اللي رح يوصل للطرف المقابل التركي: أنا البارحة طلبت من أشخاص من مختصين أن يركبوا لي المكيف وركبوه، يعني جعلتهم يركبوا لي المكيف. هون نحن مو دائما مضطرين نترجم الجملة حرفيا للطرف المقابل بالعربي. أنا بيهمني لما نسمع هيك جملة دون يني بير كلمة تاكتردم، بيهمني أنا أفهم معناها الشخص الأمامي عم يقصد أنا ما قمت بالفعل بإيدي، أنا جعلت طرف آخر يقوم بالفعل. معناها هذا هون العمل لنا حالة الاختلاف، يعني مو دائما رح يكون عندي أيضا مترجم واضح في اللغة العربية لجملة اللي عم نستعملها في اللغة التركية. هلا رح نشتغل في القسم التالي على شو دلالات الفعل المسبب بشكل عام، يعني أنا هالفعل المسبب التيرغان فيل نحن وين ممكن نستخدمه. عندي هون ثلاث دلالات أساسية رح نحكي عنها حاليا أيضا بشكل سريع. عندي رقم واحد، ركزوا على التالي: عند اشتقاق الفعل المسبب من فعل يدل على مبادرة. أفعال المبادرة شو هي؟ هي الأفعال اللي فيها الفاعل يقوم بالفعل بإرادته، يعني فعل كتب، أن قرأ، فعل خرج. لما أشتق الفعل المسبب من فعل من هذا النمط، فعل فيه مبادرة، رح يصنع عندي فعل جديد يستخدم في الجملة للدلالة على وجود طرف سبب قيام طرف الفعل، يعني هذا هو العمل الأساسي تبعه. مثل ما قلنا: كتب، كتب، قرأ، قرأ، خرج، أخرج. هذا واحد. لكن لما رح أشتق الفعل المسبب رقم اثنين، ركزوا على النقطة التالية: لما أشتق الفعل المسبب من فعل لا يدل على مبادرة، يعني فعل يحصل إما بلا إرادة الفاعل، يحصل من تلقاء نفسه، أو هو فعل انعكاسي. حكينا عن الفعل المبني المجهول، حكينا عن الانعكاسي سابقا في دروسنا بشكل نظري، ما كنا عم نحكي عنه بالتفصيل. قريبا أيضا رح نوصل إلى تفاصيل الفعل الانعكاسي اللي بيسمى دونشلفيل الفعل الانعكاسي، رح نحكي عنه أيضا بالتفصيل. فلما أشتق الفعل المسبب من فعل أصله لا إرادي، يعني فعل بلا مبادرة، رح صير عندي فقط أنا أحول الفعل المسبب إلى فعل فقط مبادرة، يعني أصنع منه فعل مبادرة. مثال سريع على هذا الموضوع: عندنا فعل الارتفاع، الارتفاع، فعل الارتفاع، الأسعار ارتفعت. هون الأسعار ارتفعت بمعنى من تلقاء نفسها، فعل انعكاسي، فعل الارتفاع. عندي منه الفعل المسبب باللغة العربية رح يكون عندي: الأزمة الاقتصادية رفعت الأسعار، الحكومة رفعت أسعار البضاعة الفلانية. فعندي الارتفاع
منه الفعل المتعدي باللغة العربية هو فعل الرفع. يقابل هذا الكلام في اللغة التركية الارتفاع هو يكسالمك. رح يكون عندي منه أنا فعل الرفع يكسالتمك، حرف التاء ضفنا هونيك، ضفنا تاكترمك، هون ضفنا يكسالتمك، ضفنا التاء. هون شو صنعنا؟ صنعنا فعل الرفع من الارتفاع. هون ما عاد عندي شخص سبب بأنه شخص آخر يرفع السعر، صار عندي الأزمة بذاتها أو الحكومة بذاتها قامت برفع الأسعار، رفعت السعر. هون ما ضل عندي رسالة تسبب، صار عندي رسالة مبادرة عمليا. السبب لأنه الفعل الأصلي، يعني أصل الفعل، هو عبارة عن فعل بلا مبادرة. مثال آخر، فعل السقوط. لما أقول أنا القلم سقط من يدي، هون القلم سقط من تلقاء نفسه. طيب هون لما أقول أنا أسقطت القلم، فعل السقوط وفعل الإسقاط. الإسقاط مشتق بالعربي من السقوط، السقوط لا إرادي يقابل فعل دشمك. طب القلم سقط يعني كلام دشت، هون سقط من تلقاء نفسه. لما أكون أنا أسقطت القلم، هون أيضا ما عندي معنى مسبب، أنا هون بادرت بإسقاط القلم، فصار عندي هون الجملة بان كلمي دشردم دشردم. شوفوا هون الاشتقاق التالي شو صار عندي، دشمك ضفنا له رباعرة، ما ضفنا له لا تي رباعرة ولا تي رباعرة. طبعا رح نحكي بجلسة اليوم على طرق أساليب الاشتقاق. طبعا إذا بان كلمي دشردم، أنا أسقطت القلم، هون أيضا ما عندي رسالة مسبب، عندي رسالة فعل مبادرة عمليا. فهون عندي معنى، هلا عم بشتق من فعل لا بلا مبادرة، عم نصنع فعل مبادرة. الدلالة الثالثة للفعل المسبب هي عبارة عن دلالة إضافية، تستخدم أحيانا أو يستخدم الفعل المسبب لإعطاء زيادة المبالغة للفعل، زيادة شدة الفعل. هذا الكلام عندي أعطيكم مثال أيضا من اللغة التركية. عندنا فعل كابامك، كابامك هو فعل الإغلاق عمليا. كابامك أنا لما يكون الباب مفتوح أطلب من أي شخص عندي بالصف بأنه أغلق الباب. أنا إذا هدفي فقط يكون الباب مغلق بحيث اللي موجودين برا ما يشوفونا، فرح أستخدم فعل كابامك. بالعامية عنا بلهجاتنا بنقول رد الباب، رد الباب بدون ما تغلقه على الخالص. لكن إذا أنا عم توصل أصوات من الخارج عم تزعجني في الصف، ما عم تخليني أركز أنا وطلابي على شرح شيء معين، رح أطلب من طالبي بأنه مو رده للباب، أغلق الباب بأحكام. يعني هون كابامك عندي رح يشتق منه فعل باللغة التركية اسمه كاباتمك، اللي هو نحن بنعرفه أغلبنا مشتغلنا عليه دائما. كاباتمك هو عمليا شكلا هو المسبب من كابامك، ولكن معناه أبدا ما هو مسبب، معناه عم بيكون حالة الإغلاق بإحكام، الإغلاق بشكل محكم عمليا. هذا أيضا أحد استخدامات أو أحد دلالات الفعل المسبب. بعد الكلام يلي حكينا على دلالات الفعل المسبب، خلونا نحكي حاليا على طرائق اشتقاق الفعل المسبب. شو هي لواحق الفعل المسبب؟ عندنا أكثر من لاحقة، عندنا حاليا 4 لواحق أساسية للفعل المسبب. اللاحقة ت، اللاحقة رباعرة، ت رباعرة، ود رباعرة. 4 لواحق كل واحدة منهم لها أشكال استخدام. ركزوا معي على التالي. الاشتقاق الأول أو اللاحقة الأولى ت، إمتى نستخدمها؟ نستخدمها بشرطين. 1، تضاف إلى نهاية كل جذر ينتهي بحرف صوتي. كل جذر فعل ينتهي بحرف صوتي راح نضيف إلى نهايته اللاحقة ت. مثال سريع، حكينا عن فعل الاتصال أرمك. أرمك هو فعل ينتهي جذره بحرف صوتي، هو فعل الاتصال، فعل مبادرة. لما أنا جيت على مكان وأبحث عنك وما ما لقيتك في المكان، ممكن أنا أتصل بيك هون بان سيني أرادم. طب أنا هون ما اتصلت بيك، أنا جعلت شريكك يتصل بيك، يعني طلبت من شريكك يتصل بك. هون عندي فعل مسبب من أرمك، نهايته حرف صوتي، ضفنا له الحرف تي، صار عندنا مصدر اسمه أرتمك. أرتمك هو معناها أن رح نترجمه بعبارة أن يسبب. هون رح نترجمه إما أن يسبب الاتصال أو أن يسبب البحث. أرمك قلنا بيأخذ معنيين. إذن أرمك، أرتمك. أيضا عندنا مثال آخر، فعل آلمك. آلمك البكاء. طيب الطفل يبكي
هون بيبك أعليوش يبكي. طب عندي فعل الإبكاء، أنت أبكيته. طب هون أنا صار عندي مو بكى من تلقاء نفسه، في فاعل جعله يبكي سبب بكاءه، فعل أعلمك أيضا ينتهي بحرف صوتي، رح نضف له لاحقته، صار عنا أعلتمك. أعلتمك هو أن يسبب البكاء كترجم. إذن واحد نعم نستخدم اللاحقته مع الجذر المنتهي بحرف صوتي، اثنين أيضا نفس اللاحقة ت تضاف إلى نهاية كل جذر ينتهي بالحرف ر أو الحرف ل، لكن شرط أن يكون الجذر متكون من أكثر من ثلاث أحرف، يعني الجذر فيه أربع أحرف أو أكثر. هذا الكلام نركز عليه تماما. إذن حرفين ر ول زائد إكمال الشرط يكون موجود في هذا بالجذر أكثر من ثلاث أحرف. مثال أعطيكم فعل أترمك. أترمك فعل الجلوس أو فعل الإقامة السكن. هون أنا لما أكون متواجد في حافلة في الباص، أنا جالس، صعد إلى الباص رجل عجوز، فأنا هون جعلته يجلس، يعني قمت بإجلاسه، صار عنه هون بدل أترمك فعل أن يسبب الجلوس، رح يكون عنا نهاية الفعل ر، رح نضف له حسب القانون ت، يعني أترتمك. أترمك الجلوس، أترتمك أن يسبب الجلوس. أيضا عنا الأفعال أن يلي نهايتها ل ولكن فيها أكثر من ثلاث أحرف، حكينا من شوي على فعل يكسلمك، أحكي على فعل آخر. عنا أيضا فعل انعكاسي هو فعل أظلمك. أظلمك فعل النقصان القلة، فعل انعكاسي ينقص من تلقاء نفسه يقل. أيضا عندي يقابل فعل التقليل، يعني هو نقص لوحده، هون أنا أنقصته أو أنا قللته حسب شو هو الشيء اللي عم نحكي عنه، رح نشتغل هذا الكلام بالجمل. أظلمك نهاية الحرف ل ويتألف من أربع أحرف، صار عندي التقليل معناها أظلمك، ضفنا له أيضا الحرف ت، صنعنا أن يسبب النقصان بمعنى التنقيص أو التقليل. إذن معناها أول شيء عنا اللاحقة ت، نين عنا نضيف اللاحقة رباعي ر، هون نقطة أساسية، نضيف اللاحقة رباعي ر إلى نهاية بعض الجذور بعض الأفعال الخاصة، يعني بين قوسين هالأفعال هي للحفظ، ما في عندي قانون يحكمهم. رح أعطيكم حاليا مثالين فقط، بجلستنا القادمة على اللوح رح نحكي عن هالحالات الخاصة بالتفصيل، لأنه ترجمة هالأفعال رح تأخذ مني وقت كتير، هون على اللوح رح يكون الموضوع أبسط أسهل علينا نشرح الدرس. أعطيكم مثالين، عنا الفعل أتشمك. أتشمك الطيران، عندي بالمقابل التطير جعله يطير سبب الطيران، هون رح يكون عندي أتشمك زائد رباعي ر أتشرمك. أتشرمك هو أن يسبب الطيران، يعني التطير إذا نسمي. عندي أيضا حكينا عن فعل دشمك. دشمك السقوط الوقوع، أيضا هو فعل انعكاسي بطريقة ما، أيضا المسبب منه هو دشرمك، ضفنا له أيضا رباعي ر. دشرمك هو أن يسبب السقوط بمعنى الإسقاط. إذن رباعي ر مع مجموعة من الأفعال الخاصة، أعطيتكم مثالين مو أكثر، عندي مجموعة كثيرة رح أعطيكم إياها رح تنحفظ معنا بسهولة. اللاحقة الثالثة هي ت رباعي ر، نضيف ت رباعي ر إلى كل جذر ينتهي بأحد الأحرف يلي سميناها المخشنة، أحرف فستق شهب، ف س ت ك ش ش ه ب، 8 أحرف، لما يجي واحد منها آخر حرف الجذر رح نضيف لاحقة ت رباعي ر، طبعا باستثناء الحالات الخاصة، عندي مجموعة حالات خاصة بالقانون رقم 2 رح نشوفهم، هدول خارج قانون ت رباعي ر. إذن كل فعل ينتهي بأحد الأحرف المخشنة. أيضا نحكي هيك على الموضوع بمثال مثالين، عندنا الفعل تشلشمك. تشلشمك العمل، هذا يقابله تشلش ترمك. تشلش ترمك صار عندي التشغيل. هلا الكمبيوتر يعمل بالجيسير تشلشير، طب انا شغلت الكمبيوتر صار عندي بان بالجيسير تشلش تردم. هذا الكلام ما رح نكتبه حاليا كامثله، فقط عم بحكيه بشكل شفهي مشان نشوف المعنى فرق الدلاله. يعمل الكمبيوتر، انا شغلت الكمبيوتر، تشلشمك هو العمل، تشلش ترمك هو التشغيل ان يسبب العمل. كونوشمك التكلم، كونوشمك التكلم، عندي بالمقابل كونوش ترمك. كونوش ترمك يعني أن يسبب التكلم، جعله يتكلم، أيضا هون فعل ينتهي بالحرف ش عمليا. ها
هذا الكلام أيضا رح نشوفه بالتفصيل بدروسنا القادمة. عندنا أمثلة كتير على هذا الفعل، على هذا الاشتقاق، لأنه الموضوع يحتاج إلى عمل كتير. الاشتقاق الأخير القواعدي عندنا اللاحقة د رباعي ر. د رباعي ر تضاف إلى نهاية كل جذر ينتهي بباقي الأحرف الساكنة ما عدا أحرف فستق تشهب، وما عدا الحرف ري ولي لما كان متواجد في الجذر اللي فيه أكثر من 3 أحرف، يعني باقي الأحرف الساكنة باستثناء كل الحالات الخاصة المذكورة سابقا. شو صار عندي هون معناها؟ عندي فعل يزمك الكتابة انتهى بالحرف ز ما هو موجود في الحالات الخاصة السابقة. عندنا فعل يصدرمك، يصدرمك فعل أن يسبب الكتابة يعني التكتيب سمينا. عندنا فعل أيضا مثلا فعل ألمك الأخذ أو الشراء، ألمك عندي يقابله ألدرمك، ألدرمك سبب أخذه، سبب شراءه، يعني أن يسبب الأخذ أو أن يسبب الشراء. إذن هدول هن اللواحق الأساسية، القوانين الأساسية. عندي مجموعة من الأفعال تسمى أفعال شاذة، اشتقاقات المسبب منها لا يخضع لأي قانون، يعني عبارة عن موضوع سماعي أيضا يحتاج لحفظ. هذا الكلام رح يكون في الجلسة القادمة مباشرة، رح نحكي فيها عن كامل تفاصيل الأحرف الخاصة والأحرف الشاذة. هلا هون عندي أيضا نقطة إضافية على طريقة عملنا في الجملة، يعني كيف نشتغل مع الفعل المسبب في الجملة. نقطة هي الأهم يلي ما عم تتوجه إليها المناهج الموجودة معنا. أيضا هون عندي نقاط لازم نشتغل عليها، عندي ملاحظات. عندي أول نجمة، ملاحظة في جنبها نجمة هون، شوف شباب، يحافظ الفعل المسبب على كامل حقوقه من العناصر المتممة، يعني على كامل حقوق الفعل الأساسي من العناصر المتممة أساسا. يعني الفعل الأساسي لما كان يأخذ توجه رح يحافظ هون الفعل المسبب على التوجه، بيأخذ مفعول به يحافظ على المفعول به، فهي نقطة أساسية. هذا كلام شفناه أيضا بحالة الفعل المبني المجهول، هي نقطة. يعني بالنهاية نحن صحيح عم نشتق مصدر لفعل هو مصدر موجود في القاموس كفعل مستقل له معناه الخاص فيه، ولكن هو بالنهاية قواعديا لازال يرتبط بالفعل الأساسي المصدر الاشتقاق. هون إن نعمل هذا التشبيه، التدريب اللي بدي إياكم تدربوا عليه. الفعل الأساسي نعتبره هو الفعل المتوسط، هو نقطة الصفر، فعل يزمك. عندي الخطوة اللي قبله يعني لما نستغني عن الفاعل الحقيقي فيه صار عنا يظلمك، صنعنا الفعل المبني المجهول. لما حاليا بدنا نضيف عليه معلومة إضافية صنعنا منه يصدرمك الفعل المسبب. فهون التدريب الحالي لازم تدربوا عليه لأجل نشتغل على الجمل، نكون جاهزين للجمل، هو عبارة عن حالة اشتقاق فعل مسبب من الفعل الأساسي. أتدرب على طريقة التعامل مع اللواحق. هلأ شو قلنا معناها؟ أول شيء الفعل المسبب يحافظ على حقوق الفعل الأساسي من العناصر المتممة، يعني من التواجد، الخروج، التوجه، الواسطة، المرافقة والمفعول به. هلأ النقطة الثانية عندنا حاليا النقطة الأساسية 2، لما يكون عندي إذا اشتقينا الفعل المسبب من فعل بالأصل هو فعل لازم، يعني فعل لا يحصل على مفعول به، نقطة أساسية ركزوا عليها، عند اشتقاق الفعل المسبب من فعل لا يحتاج إلى مفعول به يعني من فعل لازم، هنا نتعامل مع الفاعل الحقيقي يلي هو عمليا هو قام بالفعل، ولكن في شخص هون رح يكون أجبره، نتعامل مع الفاعل الحقيقي على أنه مفعول به حصرا، يعني نجعل الفعل اللازم متعديا. هذا واحد، هي نقطة معناها لما يكون أصل الفعل فعل غير متعدي نحن بالفعل المسبب عم نخليه يصير متعدي، ومين عم بيكون المفعول به تبعه؟ الفاعل الحقيقي القائم بالفعل، لأنه في جملة الفعل المسبب مين عم بياخد دور الفاعل القواعدي؟ هو الطرف المسبب، يعني الفاعل المسبب. هذا يحتاج إلى جمل رح نحكي عنه. عندي النقطة الثانية، عند اشتقاق الفعل المسبب من فعل أصله متعدي يعني فعل حاصل على مفعول به، هون صار عندي إشكال. كيف تتعامل اللغة التركية مع الموضوع؟ نتعامل مع الفاعل الحقيقي الذي الذي أجبر على القيام بالفعل، نتعامل معه على أنه عنصر توجه حصرا، يعني نضيف إلى نهايته لاحقة التوجه. صار عندي هون معناها العنصر الدخيل فينا نسميه الفاعل الحقيقي عم يتواجد في الجملة كعنصر متأثر بالفعل، رح يكون له بجملة الفعل المسبب أحد شكلين ما في 3، إما رح يتواجد كمفعول به نكرة محدد أو عام حسب موقعه في الجملة ومعناه. هذا كلام إمتى؟ لما يكون
أصل الفعل المسبب فعل لازم. اثنين، لما يكون أصل الفعل المسبب فعل متعدي نتعامل معه على أنه عنصر توجه حصرا. لأنه ليش نتعامل معه كتوجه؟ لأنه في اللغة التركية، في جملة اللغة التركية، لا يوجد أي فعل في قاموس اللغة التركية يتعدى إلى أكثر من مفعول به واحد. أي منهاج آخر بيقول غير هذا الكلام هو خطأ، حتى لو كان منهاج تركي. الفعل في اللغة التركية المتعدي عنده مفعول به واحد فقط حصرا، إلا في حال وجود حالة العطف. حكينا عن هذا الكلام كتير في الآبر وفي مرحلة التأسيس. إذن هالنقطة الأساسية صار عندي حالة تبادل المعلومات، تبادل الأعمال بين المفعول به والتوجه اللازم والمتعدي. هلا يلي عم بيواجه منكم حاليا شبابنا مشكلة بالتمييز بين المتعدي واللازم، كان عندنا جلسة سريعة حكيناها بمرحلة التأسيس، هي كيف أميز بين الفعل المتعدي والفعل اللازم، حكينا عنها بشكل سريع. رح يكون عندنا جلسة احترافية قادمة في المرحلة القادمة نحكي فيها عن قانون يسمى بمنهاجنا قانون 90%، هو أحد أهم قوانين تعلم اللغة التركية ما بين المتكلم اللغة العربية أو بأي لغة تانية واللغة التركية. رح نحكي عنه بالتفصيل، عن طريقة التمييز بين كل الاختلافات الموجودة بين اللغة العربية واللغة التركية. هذا قريبا رح يكون أيضا موجود. هلأ معناها قبل ما ننهي جلستنا أعطيكم حاليا أمثلة على هالكلام اللي حكيناه، أمثلة سريعة بعدين نشتغل هذا الكلام مثل ما أنا على اللوح. على الشكل التالي، واحد، سأستيقظ غدا مبكرا. جملة فعل الاستيقاظ فعل ويانمك. هلأ هون أنا سأستيقظ مبكرا، فعل الاستيقاظ ما بياخذ مفعول به. كيف الجملة رح تكون هون في الزمن المستقبل؟ بان يرن أركان ويانجان، هون ما عندي مفعول به، ويانمك أخذ حقه فقط بالحال، الحال الزمني أركان. بان يرن أركان ويانجان، أنا سأستيقظ مبكرا. هلأ شوف الجملة التالية، يقول أنا أولادي أيقظوني مبكرا. هون أولادي مو هنن يلي استيقظوا، هنن يلي تسببوا باستيقاظي. هون أنا ما عاد أنا الفاعل القواعدي، صار الأولاد هنن الفاعل. أنا تحولت هون إلى عمليا أنا الفاعل الحقيقي المستيقظ، ولكن أنا تحولت بالجملة الأولى كنت فاعل وينجم إلى مفعول به، لأنه شو قلنا؟ أصل الفعل أنا هون وينمك هو فعل لازم غير متعدي. كيف رح صير الجملة هون؟ بينيم çocuklarım الفاعل، بيني أركان ويندردلار، ويندردلار اشتقينا من ويانمك ويندرمك، نحن ذاتا حاكين عنه سابقا ويندرمك، عنا فكرة عنه. معناها تحولت أنا من فاعل حقيقي وينجام إلى بيني ويندردلار أيقظوني مبكرا، هون لأنه أصل الفعل غير متعدي. طب نعطي مثال على الفعل المتعدي، هو النقطة الأهم، فعل يازمك نحكي عنه. لما قلنا أنا كتبت الجملة، كتبت هذه الجمل عمليا مشان يكون مفعول به محدد، هون بان بو جملة يازدم، هون أنا الفاعل يلي كتبت هذه الجمل بإيدي، معناها بان بو جملة يازدم، أنا كتبت هذه الجمل. طب هلأ أنا كمدرس إذا رح أحكي التالي، أنا كتبت الطلاب هذه الجمل، شو صار عندي هون؟ أنا لم أكتب الجمل بإيدي، أنا كتبت الطلاب هنن باللغة العربية المفعول به الأول، هذه الجملة هنن المفعول به الثاني. في اللغة العربية صار عندي اثنين مفعول به. اللغة التركية بتقول أنا عندي هذا الكلام ممنوع، شو بعمل؟ هذه الجمل تحافظ على نفسها كمفعول به، العنصر الدخيل هو الطلاب، يعني هم من الكاتبين الحقيقيين، هو الفعل الحقيقي. لكن شو كان عندي قانون؟ أن لما نشتق الفعل المسبب فعل التكتيب يصدرمك من فعل أصله متعدي يزمك، هون يبقى المفعول به مفعول به جملة لش، ولكن يتحول الفاعل الحقيقي نتعامل معه معاملة عنصر توجه. يعني كيف رح تصير جملة؟ معناها بان الفاعل القواعدي المسبب أورانجيلري توجه، بو جملة لري مفعول به يازدردم، بان أورانجيلري بو جملة لري يازدردم، أنا جعلت الطلاب يكتبون هذه الجمل، أنا سببت كتابة الطلاب لهذه الجمل، أو أنا كتبت الطلاب هذه الجمل. هذا الكلام اللي رح نشوفه بالتفصيل في جلساتنا القادمة. الموضوع يحتاج إلى تركيز. قبل ما تنتقلوا إلى جلساتنا القادمة رح تحتاجوا مثل ما قلنا إلى تدرب بالدرجة الأولى على طرائق الاشتقاق، على أنكم تتدربوا على أن الحرف ت رباعي ر د رباعي ر ت رباعي ر في المكان المناسب بحالة شفهية. لقاءنا اليوم بهذا الشكل رح ننهي مشان ما ناخذ معلومات أكثر من هيك. نشوفكم في الجلسات القادمة.